نجيبها من وقت مصدقتي هتلعب شويه. لا انا عايزك تاخد بالك منه يا فكري بي. لا طمن يا رمان، انا قارس عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كتمة على نفسه ومعيشاه في معتقل لمدة 20 سنة، هو انا طلقتها من شوية، هو كمان اخد مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده اخد اقلام وشلاليت وبنيات تعقد جيل كامل، الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا امان. هديت ايه بس؟ كفايه العيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي ده. ربنا ما يحرمني منك اهو. سلام يا سلام. ايه ده امان؟ شهاده تقدير لحفيدي لبلوغه سن الـ40. ربنا يخليك يا امان. خد كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امان، ده كتير قوي يعني، دي حاجه حضرتك وكفايه ان حضرتك ربتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه وهشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفوحني. ها انت عارف ان النص الشقه التاني باسم تيتا، انت كده بتيميني في النار. وانت هتشوفها فين؟ ما هي عايشه في المانيا. انا عايز اتاكد ان نص الشقه بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكره البيت منارة دي زي القمر ومؤدبة، اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله امان، ان شاء الله امان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحة يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين، النبي خليها بعدين. ها بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا امان، ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه؟ حبيبة امان، حبيبة. انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين. سيرين شفتها؟ دي حبيبة قلبي يا جدو، ده انت هتشوف علاقة رومانسية فريدة من نوعها. طب ودي جاية من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقة عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها، انا وهي بكرة هنروح نقدم في مسابقة. مسابقة دي يا شيخ اتنيل؟ وانت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت اما تروح مسابقة؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، انا عارفه فشاق. لا 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 لا، انا بحكم خبرتي بالاصوات اقدر اقول لك ان مروان من طبقه الباريتون. الله يخليك. يعني صوته اجش. بقول لك يا امال ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شويه هوا، بقالك 12 سنه ما خرجتش بره البيت. لا يا ابني انا هعطلك. والنبي والنبي يا عم رسول الله يخليك، هو طيارتك لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي لسه ما وصلتش، اول ما بتوصل كل المطار بيعرف. اهي طيارة لبنان اهي يا باشا. سيرين مروان. اهلا 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 مروان، هيدا بياك كتير مهضوم. لا بي ايه، انا صديق مروان. انا وقوف صديق مروان برضه وجد الاستاذ. احنا هنقف نتكلم كده. سيرين جايه تعبانه من السفر وعايزه تستريح. ايه انا تعبانه عن جد. الف سلامه. يلا هات الشنط. حاضر حاضر يا ابن المحظوظة مروان، هات الشنط هات الشنط. اسمع انه مصر كتير حلوة، عبالي زور مصر زاوية زاوية. انا تخصص زوايا. انا هفرجك عليها حتة حتة، بس في الاول تقبلي بقى عزومتي على مطعم، في مطعم لبناني اكله تحفة. رمانة يعني ما اقول انا جاي على مصر لطعميني اكل لبناني، بدي اكل اكل مصري. على رأيك هو في اجدع من مصري؟ الشعر الابيض بحقيقة كله وقار ورجولة كتير حلو. ده انا مولود بيه. اوه يا وفا، ايه بتشوف جدك يا عم؟ الراجل ده زودها قوي. ايه ده انت غيران؟ غيران من جدي يا هبل؟ اعمل ايه ده بيكتب اسمه بينا يا جعيل؟ فافش كده فافش فافش. كيف طيب الاكل؟ مفيش اطيب منك انت، خدي من ايدي دي. رمانه رمانه بابا فيا اكل ايش بعد كان عندي صحتين.
ما تشوف حالة جدك هيعلق البنت مني واحنا قاعدين كده بقى صلاة على الترابيزة. هو ده غلبان تيتك وهيته في صنف الحريم مستقطع ليه بس شوية وبعدك بتتاكل أكل. افا عمان ادعلي عمان وضحوا جيكوا يا عمان وضحوا جيكوا يا عمان. سيرين هتوحشيني قوي الليله دي. انا هسلم عليك دلوقتي وهوصلك بكره المطار. والله العظيم لا اشوفك بكره اهو. رمانه راح اشتاق لك كتير. والله يا انا شايف ان مفيش داعي لحكايه الفنادق دي والكلام ده. انت ممكن تباتي في اوضه رؤوف ورؤوف ينام عند مروان. لا لا ده كده كتير قوي. حياتي رمانه ما في داعي انا بنام بالاوتيل وبكره بشوفك. اوكي اوكي باي. يلا يا عمان يلا يا عمان ده انت خابطها خابطها. يلا يا عمان نروح. يلا على فين؟ على البيت. لا نروح ده ايه بقى؟ اسمعوا اكل المطاعم الهاي كلاس ده ما يمشيش معايا انا لسه جعان. ايه رايكم لو نضرب سمين؟ سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ماله الجرى ده فيه ايه؟ لا مفيش بيت صاحبته واحد علقها منه يا عمان. يلا ساتر ايه الاخلاق دي؟ اخلاق سفله امان سفله. واحد في صاحب وكان عشان يكون ودي. انا مش عارف ليه مبسوط قوي النهارده. انا عارف يا امان. قصدك ايه يا ولد؟ انت عارف وانا عارف يا امان. اسمع يا رؤوف انا عاوزه تروح تقابل منار بكره وتقول لها تحدد لنا ميعاد علشان نروح نزورهم في البيت. بكره بكره ليه الاستعجال يا جدع؟ يا اخي سيبني اكل وانا مبسوط. الف هنا وشف الف هنا وشف. بق الحلو فين؟ بق الحلو فين؟ لا الف هنا وشف. لا ايه؟ خلاص خش قوي. كفايه كده. مش حاضر ادخل لقمه ثاني بقي. انت ليه دايما بتهرب من موضوع الجواز؟ انا عارف انك بتحبها وهي كمان بتحبك يبقى لزومه هنا اجل. خلاص اللي تشوفه امال. لا لازم القرار يكون من جواك انت. مفيش حاجه اسمها اللي انا اشوفه اللي انت تشوفه. ايه الهيام ده كله يا امال؟ انت ما عشتش المشاعر دي قبل كده ولا ايه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده انا كنت حبيب من الطراز الاول. الطراز الاول وتتجوز تيتا ومان. انا هقول لك كلام يمكن اول مره تسمعه مني يا رؤوف. عايزك تبقى شخص تاني خالص. تواجه تقتحم تقاوم يا ابني. ما تبقاش انسان جبان وضعيف. انت خلاص هتتجوز وتخلف وتبقى قدوه لاولادك. الدنيا حلوه يا رؤوف جميلة. عشها استمتع بيها وما تخافش من أي حاجة أبدا. ومان صدق الله العظيم. هو جده مات إزاي؟ فجأة موان بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة. مش قادر. قال لي انا عايز اكل سمين. خدته ضربنا سمين عند الضهر شويه. وقال لي نفسي في رز بلبن. خدته ضربنا رز بلبن شويه. وقال لي عايز اكل فلوكه في النيل. اتاريه كان بيودع مصر كلها وانا مش واخد بالي. وقف على الفلوكه واخد انبساط وفجاه هوب هوب. ايه مات؟ مات يعني هوب ايه؟ ما انت واقف في العزا بتاعه. شد حيلك هوب. ايه شد على الله يا سمين شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكايه بقت سخيفه قوي. مش درجه سمين بقى. معلش معلش ابدا يا سيدي. قال لي عايز اكل سمين. خدته عند واحد ضربنا سمين. بعد كده قال لي عايز اكل رز بلبن. وديته كان رز بلبن. وبعد كده قال لي عايز اكل فلوكه في النيل. اتاريه كان بيودع مصر وانا مش واخد بالي. خش يا سمين خش يا سمين بقى. اهلا يا ريس. ربنا يخليك يا ريس ده شرف كبير قوي لينا يا ريس. لا ما تقولش كده يا رؤوف. شد حيلك يا ابني شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي يعني؟ اعمل افد نفسي من الشغل. مؤاخذه مولانا سوري معلش انا اسف انا اسف يا جماعه. المرحوم مات ازاي؟ Thank you.
معايا عرض مغري جدا جدا جدا. يا ترى ايه هو العرض؟ اشتري 5 ازايز شامبو وخد صابونه هديه. نجوى نجوى عودي مكاني عودي مكاني دقيقه واحده بس شكه قوي. منى انا عايزك تاخدي لي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوقه بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس تاكدي ان دي اكتر حاجه هتسعده في توبته. قلت يا منى اهو ماشي. سوري مش هقدر اكمل معاكم عشان دي مش مكانتي، انا اسف. سوري سوري. يا عيني ليلى ليلى عيني ليلى عيني. هات شاي يا علي. يلا مروان على مهلك. جميلة يا اهلا وسهلا يا مشاوير، نورتوا الورشه غاليه. ما تلاقوش ما فيهاش حاجه سليمه ان شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل مش هنشيل مش هنشيل عادي بقى وختام اتنادي يا ابراهيم. تعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ اسود يا هاي اسود. ما تيجي تبص تعال نطلع البلاغ ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجات دي، فانت كمان لعلمك مش حلو يعني بتعمله ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانية هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. همشيل القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا، ده انت مستهيفنا بقى يا هو. مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليكم كمان. ليك شوف حاجه يا لا يا باشمهندس مالناش شوف حاجه. شو ما انا بكلم الاستاذ، انت ايه اللي دخلك؟ تسال كبير المنطقه ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخل؟ انا اقول لك احنا فين من كده ولا ايه؟ اه في كده كمان. وكده كمان ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مين اسمها ايه؟ منار. منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العالم كلها الا منار اختك كريمه. شرف يا نهار اسود. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكوا الشيش خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد منى موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي بقى 1000 جنيه مفتح؟ ها ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب منى وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا على اذنك. اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقله؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. اه والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها؟ طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا عن اذنك. ما تخبط يو. هو الا عن اذنك عن اذنك. تخش يا تفكر انت ماسكني مين بترجعني ولا ايه؟ لا يا ابويا اخلص يو. انا بفهم حضرتك. وانا خدت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. إيه؟ بقى موضوع الخطوبه والهبل ده ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي. لا ثاني ما انا بحبك. لا انا دمي حامي شطه مولع، ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني ما معكش غير الافند اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزا؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزا يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص. احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه
قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم، هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخت؟ غلط مين؟ انت بتقول ايه؟ لا بيقول محسسني بس بقى موان، بس يا موان. اما الرجاله تتكلم بالمطاوي تخص خاص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر. مفيش مشكله. حاضر. قدامك شهر بس نقرا الفاتح. نقرا الفاتح. نقرا الفاتح.